السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اش اخباركم؟ اموركم هانية؟ اللهم لك الحمد. الوغ اليوم تلاقينا مع فيديو جديدة اللي غادي نهضر لكم فيها على لافونتاج فيسكال اللي غيستافدوا منه اولا اللي كيستافدوا منه بلوتو اللي كيستافدوا منه لي زونتربريز كي برين دي بارتيسيباسيون دون لي زونتربريز انوفونت اون نوفيل تكنولوجي. الوغ اسيادي 2020 اولا لا لوا دو فينونس 2020 جات لينا اون بتيت موديفيكاسيون بخصوص لا هاد لا بارتيسيباسيون هادي. مي قبل ما نهضر على 2020 شنو جاب، اجيو نرجعو شي شويه للور 2018 لا لوا 2018 قدمات واحد لافونتاج فيسكال لي زونتربريز كي فون بروندر سو جون دو بارتيسيباسيون في لي ستارت اب باش تشجعهم انهم يستثمروا فلوسهم في هاد النوع ديال الشركات. علاش؟ لان لي ستارت اب طبيعه العمل ديالهم ني با ادابتي لو فينانسمون ديال لي بنك، دونك تيلقاو فريمون ان بروبليم او نيفو دو فينانسمون. الوغ بدات كتلقاو لهم بزاف ديال الحلول، من بيناتها هو هذا هاد لو في ديال انها كتشجع شركات باش يستثمروا فلوسهم فيهم. دونك شنو هاد لافونتاج فيسكال؟ هي لا ريدكسيون دامبو. شنو هي لا ريدكسيون دامبو؟ ما عليناش، ما تصدعوش راسكم دابا، غادي نفهموها في الاخر ديال لا فيديو. نبداو دابا بعدا نفهموا شكون هما لي زونتربريز كي بوف بروندر سو جون دو بارتيسيپاسيون. الوغ كاينين ثلاثه، اولهم سنون لا لوا فهما لي سوسيتي سوميز ا لي اس، ثانيا لي بيرسون فيزيك لي خاضعين لو ريجيم ان ار ار ان اس، ثالثا لي اكسبلواتون اغريكول امبوزابل سمحي ما عرفتش كنت باغا نقول امبوزابل، هادو هما لي كونسيرني. دونك قبل ما غادي نهضر على لي كونديسيون ديال الاستفاده من هاد لا ريدكسيون دامبو فنهضر لكم بعدا على شنو في نظر القانون شنو كتعني ستارت اب. الوغ ستارت اب هي مدة الحياة ديالها اولا مدة ليكزيستانس ديالها ما تتعداش 5 عام من نهار لا كرياسيون حتى النهار اللي غادي تكون فيها هاد لا بريز دو بارتيسيپاسيون. ثانيا هو انه لو شيفر دافير انوال ديالها بوندون لي 4 ديرني اكزرسيس كلوتوري ما يكونش تيتعدى 500000 درهم. طبيعة الحال هاد لا كونديسيون لي او شيفر دافير ما كتوقفش غير على 4 عام، يعني الا كانت لا سوسيتي عندها قل من 4 سنين فهاد القانون تيطبق عليها على عامين على 3 سنين ديال التواجد ديالها. ثالثا هو ان لي شارج اللي عندهم علاقه بلو ديفلوبمون لا ريشيرش واللي طبيعه الحال اللي هي ان انوفاسيون يكونوا تيمثلوا على الاقل 30% من لي شارج ديدكتيبل من الريزولتا فيسكال. الوغ شنو هما لي كونديسيون اللي غيخليو هاد لونتربريز اللي غدير هاد لا بارتيسيپاسيون تستافد من لا ريدكسيون دامبو؟ اول حاجه هو ان لا ريدكسيون دامبو ما غتفوتش 30% من الياس اللي غادي نورمالمون تخلصو هاد لا سوسيتي. ثانيا عفوا هو ان لابور دو تيتر اون نيميرير او ماشي اون ناتور، يعني فلوس ماشي مثلا دي ماتيريو او شي حاجه اخرى. ثالثا هو ان لا بلا سمحوا لي هو ان لي تيتر اللي غادي تاخذهم لونتربريز اون كونتر بارتي ديال هاد لا بارتيسيپاسيون doivent être conservés en de l'entreprise pendant 4 ans à l'aql. Rabi'an huwa en la participation ma tkounch katta'da 200000 dirham. Ou ila kunti chi condition wahda okhra en tout cas rana ghanhtoum lkom kamlin f la description bach ma nkounch nsit ta chi haja. Ou tabi'at lhal ila la société ma ihtarmatch chi wahda men had les conditions hado fahiya ghatkoun mutalba anha terja' la réduction d'impôt avec des pénalités et des majorations طبيعة الحال. ايوا دابا اسيادي نجيو نهضروا على ريدكسيون دامبو وغادي نهضروا على واحد ليكزامبل اللي انا خديته من سيركولار ديال اللي تحط من طرف مينيستر دو فينونس 2018 نهار اللي في الوقت اللي كانوا حطوني فيه اللي هضروا فيه على هاد لا ريدكسيون دامبو. هذيك لا سيركولار فريمون زوينه انا غنبارطاجيها معكم في لاباج فيسبوك. الا كنتو مهتمين وبغيتو تشوفوا دي زيكزامبل اخرين فانا كنصحكم فريمون تشوفوها لانها رائعه كيشرحوا داكشي بدون مانيير simplifie. On va voir l'exemple. Alors, nous voyons qu'il y a un bénéfice imposable de 1 500 000. Cet 1 500 000 est dans 1 million. Donc, nous voyons le taux progressif qui est en train de se faire. Nous voyons le taux progressif. Nous voyons le montant à déduire. 140 000. Nous voyons le taux de 1 500 000. Nous voyons le taux de 31%. Nous voyons le taux de 140 000. Nous voyons le taux de 325 000. هاد لا سوسيتي عندها واحد لي زاكونت لي خلصاتهم او كور 2018 لي توتال ديالهم هو 150000. كي قلنا قبيله لو بلافون ديال لا ريدكسيون لي غتستافد منها لا سوسيتي هو 30% من لي اس،
يعني غنشدو 325 الف درهم ديال ياس دو ونضربوها في 30%، يعني الماكسيموم لو بلافون اللي غتستافد منه هو 97 الف درهم و500، ما تقدرش تستافد اكثر. هذا هو الجهد. ونجيو نكالكوليو دابا، نجيو نكالكوليو دابا لا ريدكسيون دامبو، حيت حنا عرفنا لو بلافون ولكن ما عرفناش بالضبط هي شحال غتستافد، شحال لو مونطون اللي هاد لا سوسيتي تقدر تستافد منه. الوغ عندنا 150 الف درهم، عطاتنا 325 الف درهم ديال لي سابي. دونك اون بارتيسيپاسيون ديال 200000، شحال لا ريدكسيون دامبو اللي غادي تعطينا؟ بكل بساطه غنطبقوا العمليه الثلاثيه، 200 الف درهم مضروبه في 325 الف درهم مقسومه على 150 الف درهم غتعطينا لا ريدكسيون دامبو. دونك عطاتنا 43 الف درهم و 340. مزيان مزيان. دونك لامبو فيرسي غيكون عندنا هو 325 الف درهم نقصوا منها لا ريدكسيون، نقصوا منها لي زاكونت اللي هو 131 الف درهم و 660. علاش؟ حيت لا لو كتقول لك هاد لا ريدكسيون غتنقصها من الياس ابخي ما تنقص منه لا غوتوني على سورس الا كانت عندك، وقبل ما تنقص منه لي زاكونت. الوغ مثلا حنا فاش كان عندنا لا غوتوني على سورس، لامبو نقصنا منه لا غوتوني على سورس ياك، بقى عندنا ان بيتي مونطو، فاش نقصنا منه هاد لا ريدكسيون دامبو طلع لينا ريزولتا نيجاتيف، يعني الدوله يعني لونتربريز ما تخلص والو الدوله وانما مازال كتسالها. فهاد لو كا راه هذاك لو مونطو ني با ديدوكتيبل ولا ني با امبوتي من ليكزيرسيس سويفون. صافي نسى لا ريدكسيون دامبو كتستافد منها لونتربريز في العام اللي دارت فيه لا بارتيسيپاسيون. هادي الاولى. ثانيا لو ان في لو كا ديالنا نيت حسبنا فاش نقصنا من لامبو نقصنا منه لا ديدوكسيون دامبو لا ريدكسيون دامبو ونقصنا منه لو مونطون ديال لي زاكون طلع لنا ريزولتا نيجاتيف. هادي عاديه، هذاك ليكسيدون سي ا امبوتي في ليكزيرسيس بروشان. داكوغ. دونك لا ميم شوز كطبق حتى على لي بيرسون فيزيك، من بعد ما كنقصو شارج فاميليال وكلشي حتى هي كتنقص، الا كان عندهم دي غوتون على سورس حتى هي كتنقص منه ديك الساعه لا ريدكسيون ديال. دونك دابا سالينا مع لا ريدكسيون دامبو بصفه عامه. نجيو دابا شنو جاب 2020. 2020 اسيادي جاب لينا سي كو هاد لي 200000 طلعوا ل 500000. اون فيت هاد 500000 كانوا ديجا تقترحوا اون 2018، غير هما ما طبقوش حتى لا لوا 2020. دونك دابا اون غروسو مودو عطيتكم ليسونسييل، كنتمنى لا فيديو تكون عجبتكم وكنتمنى تكون فاتكم. دونك دابا ما غيبقى ليا الا نقول لكم تهلا فريسكم، وميرسي بوكو على لي زونكوراجمون ديالكم، ميرسي بوكو على لي ميساج ديالكم. الا كان عندكم شي سؤال بيان سور نيزيتي با باش تسولوني في لي كومونتير. مرحبا بكم، مرحبا بالاسئله ديالكم، كاينه لاباج فيسبوك، كاين يوتيوب، سولوني على خاطركم. دابا ما بقى ليا الا نتمنى لكم اسبوع، بدايه اسبوع جيده، وتهلا فريسكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.